السلام عليكم ورحمة الله. لحل مشكلة تجمد الفيديو عند 95% عند رفعه إلى اليوتيوب، أقول الرفع وليس تحميله، نقوم بالآتي. أولا نذهب إلى الرابط أسفل الفيديو، نضغط عليه، ننتظر 5 ثواني، نضغط على سكيب، نحمل النسخة المتوافقة مع حاسوبنا. بعد التحميل نثبت البرنامج، بعد تثبيت البرنامج نقوم بفتحه، نذهب إلى سورس ثم إلى فايل، نختار الفيديو ثم نذهب إلى براوز لنختار مكان حفظ الفيديو، نعطيه اسم جديد. نعلم على Web Optimized ثم نضغط على Start، ننتظر قليلا حتى يتم معالجة الفيديو. بعد ذلك يمكن رفع الفيديو على اليوتيوب من دون مشاكل. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بإعجاب ومشاركة، ولا تنسى مشاركة الفيديو.